بالنسبة للثالثة علوم تجريبية، في هذا الفيديو تكلمنا عن المواضيع من 2008 ل 2018. ما هو حلم كل تلميذ؟ حلم كل تلميذ أن تكون هناك حلول مخطوطات لهذه التمارين. في الحقيقة العمل هذا كان قديم. إذن حلول تمارين البكالوريات من 2008 إلى 2018 مخطوطات. نبدأ بدوال كثيرات الحدود والدوال الناطقة، نبدأ بهذا الجزء. هناك ثلاث تمارين: التمرين الأول 2008 24، 2008 الموضوع الثاني، التمرين الرابع. إذن هذا التمرين موجود المخطوطة تاعه، أنهيناها. و2009 14 أنهيناها، عمل قديم سابق. و2014 24 كذلك أنهيناه. هذا الملف سأترك رابطه أسفل الفيديو.